ايوه يوم الثلاث تحب ونعملها رويز ولا كابتن ستين طالب قال لي بقى
صممًا تلك الخطوط، تبقى شاور على حاله كل دي. حد يقول لي ايه هو؟ دكتورز اللي لم تقوم نقطة دي دكتورز، ودي موجودة في كل سرير البيت. طيب حد شاطر يقول لي بعدها لازلت. دكتور لازلت تحس حاجة مقطعة كده. فاكر وانت صغير؟ دكتور فاكر وانت صغير لما كنت تجيب ورقة وتقطعها فتاتين فتاتين وانت يا ابني ايه ده ليه بقى؟ عصافير الجنة ورق الزبالة. ده انت سبتلي ورق زبالة على أرضية بيضاء. حد يعرف ايه ورق زبالة؟ فكر. المقطع ده البلاط كوريون البلاط. دكتور مين خدام ورق زبالة؟ حاجات الريم كده مقطعة في الأرضية مرهقة أبيض. دكتور مش في ما بين الكوريون البلاط سبيسز كده اسمها انترفيلاس سبيس حبايبي ساعات الاقي فيها ار ديزيز لما تقدر ضغط. طيب بص دكتور في حاجه مقطعه ورق زبالة كده ولا لا؟ الزبالة تختارها ساعات نزرقها ساعات نحمرها. طب دكتور تحت الميكروسكوب مين فيكم شاطر يقول الأرضية رايحة إيه؟ أبيض. دي أهم حاجة بعرف كده سنة. أي حاجة مقطعة كده، مين المقطع ده؟ كوريوني فيلاي. اسمها إيه تاني؟ استنى. كوريوني فيلاي ده الستيت ده فيه إيه؟ إنتر. أصل ده بيتسأل ده شوف. تقول له انتر فيلا سبيس ساعات يشاور لي على النقط الحمراء. تقول له ماترنال بلاد ان انتر فيلا سبيس. ده لو كان ده شوف. طب معلش يا دكتور كل دي كوريون فيلا ولا لا؟ طب ايه كده؟ فيتال بلاد تيست عشان لو كان ده شو على الكل. طب هو ليك سؤال تاني؟ دكتور مين يقول لي ايه ده؟ أنا مش شايفة غير ورق زبالة على أرضية بيضاء، أحمد مين؟ لازم. طب أشاور وتقولي أحمد ده أنا شغل شاور عليها؟ طيب حد يقول لي إيه دي؟ كوريونين بيضاء. طب إيه ده؟ تقولي ماترنا لاك إن إنتر فيلا سبيس. إيه دول؟ فيتا بلاكس. طيب حد يفكر معايا ده فول تيرم ولا في ايرلي بريجنسي؟ حد فاكر الفرق؟ حد فاكر في التروث وكلاس؟ لو في الفيرست هاف اوف بريجنسي بيبقى تو لير سايتوسنسيج، لكن في الاند اوف بريجنسي بعد الشهر الخامس مين تدخل فيه؟ السايتو يفضل سنسيج بس. فانا هبص على الحرف ده صفين نوعين ولا صف واحد؟ طيب انا شايف هنا يا دوبك صف واحد او ايه؟ يبقى مين ده؟ في الفول تيرم يعني. طيب مين يقول لي ايه دي؟ ده شو ايه؟ ده كوريوني ايه؟ في النار ايه دول؟ في ثلاث بزنس. طب ايه دي؟ ما تبقى تطلع ان ثلاث بزنس. طب احنا خدنا الاورجنز اللي فيها الفولفز انا مش فاكره. الفلود وسبين وتونسل. طيب الاورجنز اللي فيها الالفا فارينز يمكن هيسهلها التحمل فيها الحب في السنه اللي فاتت. فاكرها الالفا فارينز ده فلود وايه؟ وسبين وتونسل. مين يا ولاد يفكرني الالفا فارينز من بره شكلها ايه؟ يا كيدني شيل يا اوفل وساعات راوند. مش مهم الشكل بره. بص سيبي في ايدك ثانيه بص انا مش هقول حد فاكر مش الليفرو دي كان فيها كورتكس وين؟ مضلع. الكور فين؟ في الكورتكس. وفي كورتيكال فوليكس اول ما دخلت جوه قلب الحبال. فاكرين الدور شيب مضلع من فوق؟ يبقى بره كور جوه حبال. احلف انا فين؟ الليفرو. طب ايه يا دكتور؟ بص الفوليكس هنا ناس اربعه فتحس انها الحرف غامق وخلاص. مين اللي واضح قوي هنا؟ الكلاري فوز. طيب سبرين يبقى شكله
ما اعتقدش نسبها لي. طيب
كام سنة؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة.